الشهادتين دوين كلمات دوين قواهي شهادتين شهادة أن لا إله إلا الله بناء هذا البناء يقوم على عمودين شهادة أن لا إله إلا الله كمن قواهي دين كالله رب العالمين يكي إي وشتوكين دو بلر سرا الركن الأول أن تكفر بجميع ما يعبد من دون الله أولي بلر أولي ركن همشين كتو درستين چيزان إنكارا بكني أهم ممنك الله تعبيد عبادتك لا أحد يستحق أن يعبد هيك كسائي حقية استحقاق نيستنك عبادتك نبي بغيرتي الله الركن الثاني تثبت العبادة لله وحده لا شريك له ودهمي بلر دهمي ركن كهستي أهمشين كتو عبادة ثابت بكني إيوك الله رب العالمين واسطة خالصا تكفر بجميع ما يعبد من دون الله او انكارا بكني هر چیزی که عبادت کنه بی بغیرتی الله تثبت العباده لله وحده ولا شريك له او ای چیزی اثبات بکنه و ثابت بکنه بمنه که عبادت یک الله رب العالمین واسطه این و تجمع للنبي صلی الله علیه وسلم بین انه عبد لا يعبد و رسول لا يكذب علی الصلاة والسلام او ای چیزی هم تو جمع بکنه گون که رسول الله صلی الله علیه وسلم الله یک بندگی بندی عبادت کنه نبی و الله یک رسولی و دروغ بند کنه نبی لابد ان نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به ومسرا علمين كما رسول الله من فرمان برداريا بكن هر چيز كما ري حكم داتا ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به وما بمني هر چيز كما ري آي خبر داتا ونبتعد غاية البعد عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما وتر دور بداري بحكين دور داري هر چيز كما ري مرا رسول الله مكان ولا نأتي بعبادة إلا موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا نبتدع وما يكشي عبادتي هم نياري هما عبادتي كي رسول الله موافقة ما بيتي هما عبادتك رسول الله موافقة إذن الشهادتين لابد فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والكفر بما يعبد من دون الله ودوين شهادتين توكا ضروريين ميسرا كما أول سرا إيجيز إقرارا بكنين كعبادة خالصة الله رب العالمين واسنين وبدا إنكارا بكنين هرجك عبادتي كنك بي بغيرتي الله رب العالمين وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد لا يعبد ونبي كريم صلى الله عليه وسلم الله يك بندي آهي جند عبادت كنك نبي ورسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب والله أعلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم دروغ بند كنك هم نبي